أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس العاشر من دروس شرح مختصر سيدي خليل رحمه الله تعالى. وجد درس 19 إثمثم ذي الدروس سيدي خليل، وجد درسين جارو في هذا الموسم. إن شاء الله يعلن عن استئناف الحلقات إن شاء الله بعد، يعني لاحقا من قبل فضيلة الشيخ. أيث مثلا السجل باب أو الفصل، فصل في أحكام الغسل، فصل في أحكام الغسل. قبل ذو غوال هناك ملاحظة للأسف أنه هناك مسائل في الفقه كثيرة مجهولة من قبل كثير من الناس. أتصن تمثال السنار الغاشي، السنار المشكلة إزمار ذي 10-40-50 سنة يتظل إنسان المؤمن وكذا غرس يخدم سواسوا أنسى غلط. إزمر لما بلك 40-50-60 سنة أدي مكثية سيني يمكن أحسب غسنا زي الكل السنغالة ثمو سنة مثلا ثلها ثلها نطاس. ولكن في نادن إلا قد يخدم دين مراجعات دي الريفيزيون وري زرارة أهذ ما إلا أين يقسم دغس وسوى الله يبارك، ما إلا أين يقسم إلا وان دا يشض إلا وان دا يغلظ أذغى أذي على الجيمانيس وأذي قر زيمانيس وأذي سجم شواليس. ثورة سجد المسلاية في الغسل سيدي خليل أما كان دلنا شحالي فردان مختصر فقهي، يعني في كيغد ريزومي ملخص لا كريم من الفقه يبو يخسيد ذكري مسلاين قرزم شبحان الهان ما شاء الله. وني غاون دوك نسمي كثير باللي ذي زيك خدمن ومقارن المتون هاكي اما تكون في شكل نظم شعري او في شكل نثر شعر او نثر. الشعر مثلا ام ابن عاشر الشعر قرنت زيك اسمع عمرين اكن غير القران الكريم وذ قرن اون باراليل بالتوازي قرن ابن عاشر ذي الفقه. أماكن قارن الرحبية المنظومة الرحبية ذي الفرائض، أماكن قارن ثجرومث الأجرومية ذي ثعرف الألفية بالمعطي يقول نغ تمورث النغ، يعني تمورث الزائر تمورث القبائل بالذات وتمورث الزائر بشكل عام. نغ ألفية بالمالك، نغ جمع الجوامع، يعني قرنس المتون الا ومقارن النثر ام النثر كي ناثورا ينشرح سيدي خليل يسميس المختصر الفقهي لسيدي خليل. طيب ادفتر كان ملخص فكره عن هذا الفصل، فصل في احكام الغسل. اذا كان الشيخ خليل في مختصره ناد تحت عنوان موجباته، شو المعنى؟ المعنى الاسباب التي توجب الغسل. ذا شو ثنت السبات في بنادم هذا يخدم الوضوء ام قران الوضوء اجا مشطوح يظليث مما يخدم بنادم ما الا يسعى الوضوء ام قران، يعني ما الا يسعى الجنابه الا سل الجنابه الى قد يكسل الجنابه ام شاس يكس سل الموضوع اجي بوسا سل الوضوء الاكبر الوضوء ام قران. لذلك يخدم الباب الفصل اسمه فصل في احكام الغسل. اذا كان العنوان مشطوح مزوارو يناد موجباته. اولا كي موجباته زعما سيدي راه اشتلاف الاسباب التي تقتضي الغسل او الطهاره الكبرى او الوضوء الاكبر اولا اشتلاف. ولا وكذاك تداوي من جنابة وكذا ونفاس وانقطاع حيض، العنوان خاطئ. إذا كان ديما عندها مشطوح اسمه موجباته ما
نقطتان. اشو دينا؟ يجب غسل ظاهر الجسد، يجب غسل ظاهر الجسد، يعني في نادم باش هذيك الجنفة الى قضي الدوشيه وقضي السير ذاك الجسد ينس اكن ما ينكمال، ولكن ماشي كان سير ذاك هناك خاطر زمر بعد ما ذيك الشميث مذا هذيك الشم ديال البحر هذيك الشم يفقد نغاليك الشم ثورة ذي لا دوش هذي سير حيوانان اون مينوت دقيقة لاين يرى ذاك، اما دقيقة اقصى حد، ولكن التفاصيل الا انت الواجبات الا انت السنان الا انت المندوبات المستحبات الا انت التفاصيل لابد ان تعلم. او هرب تيسي بنادم سير ما الا الله غالب وليس عارف فرصه مشان تيسي لا يروح الله غالب اتصم الدنيا كم مثم ورزقنا مشان نعرف ان ربي كل شيء بيبري كل شيء بيبري نبغى نكشف بيبري ياكي يعني يصير خير تمثال يوثيوث. طيب إنك يجب غسل ظاهر الجسد أكي كفذا تحت عنوان موجباته سيدي خليل في مختصره المدينة وبحيض ونفاس بدم، يعني ماشي كان يرقص ثلاوين ثلاوين ما سدس العادة الشهرية ينس الحيض الحيض من بعد ما رثي زدي إلا قد تخدم الوضوء أقام قرآن إما إلا ذا ثمطو تنفس ترفاد ثرفات كيف كيف الى قد تغتسل يعني تخدم الوضوء اقام قرن الطه الكبرى المدينة لا باستحاضة يبين الفرق بين الحيض الاستحاضة اقصى مدة الحيض 15 يوم للراجل اللي تمطوث يزم تقيم يومين يزم ثلاث ايام يزم خمس ايام يزم سبع ايام يزم 10 يزم يعني اقصى حد 15 يوم فقط، ولكن ما الا لن وسندي ثمن ابارين بعد 15 يوم ثقي اسمس دم استحاضه ذي ذمن، ولكن دم الاستحاضه لا يمنع لا من الصلاه ولا من القيام ولا من الصوم ولا ونقص دم عله نقدم فساد. ذا شو دي جاوب ذاك سيدي خليل إن كلا باستحاضة سيمدين هو بحيض ونفاس بدامين وكذا بعدين لا باستحاضة، يعني ماذا الاستحاضة ثمطوس وتخدم رتها الكبرى، ولكن شو دينا وندب لانقطاعه إفكير المساج رسالة مندوب معنى مستحب ثمطوس ذي الفقه ما استقصى ما اللي انقطع دم الاستحاضه هل يجب؟ لا ما لا يجب ثاني في الجواب، ولكن ند ونودب لانقطاعه ند خير الكلام ما قل ودل يكون قبيلي ثم نسمى سنتا قبيلي ثم مليح السنة حدد بوال حدد بوال يوزن والي ذا مشطوح ذا مشطوح، ولكن ساعة المعنى ذا مقران ذا مشطوح ساعة المعنى ذا مقران يقول ما يلغى يقول يتسلون وكيني ما ثرع ذا تسوث ورثوا ايش نفهمه ذيك الفلسفة ذيك كل شيء يقول يتسلون ما عدا كين ما ثرع ذا تسوث وش دخل هذه في هذه ذي المعنى باللي ما ثرع ذا ثقناوث أتسوث الهواء أدفك الهواء ما ثرع ذا ثسا أدفك مطون ما ثرع ذا تسوث. والشاعر العربي ند يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان في طقي في كل تروس الفرح في كل الحزن مثل عذا توث صفو لك دفت غولا اشتلاف أكين نزيك ما فرع عذ أتوث إلها أسامة سقيه بضاد سيدي خليل هذا يرضو ربي في الناس يفكي غداك ها ونودب لانقطاعه ونودب من الندب الانقطاعي الانقطاع الاستحاضه بعدما قال انه ليس واجبا ان تتطهر المراه او تغتسل بعد انقطاع دم الاستحاضه ولكن يجب بعد انقطاع دم الحيض بعد انقطاع
قدام الحيض. بمعنى اثني في كيغد ملخص فقهي يكمل يخمد عنوان يظن واجباته. عنوان دائما سيدي خليل يناد ويجب غسل كافر، يعني ما ليون ذا كافر ويشمد الاسلام. لكني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ضيع كمل يلا ازدي لافاج لافاج كريساج كريساج هذا الشهاده يا محمد رسول الله. يلا باش هناك بعد الشهاده، بعد الشهاده خطر قبل الشهاده ماشي دين سلام، ولكن بعد الشهاده خطر يزم ديال السؤال اسكو قبل الشهاده أو بعد الشهاده يزم ديال يزم سنين. شوف قبل الشهاده يلا روح اغتسل وبعدين اروح خاطئ. بعد الشهاده خطر يغر بعد الشهاده تجري عليه احكام الاسلام. ان كان لا اله الا الله محمد رسول الله دين سلم اتطبق في احكام الاسلام. الاسلام ما سيقرت وراك دفتغ الاحكام اشو دينا يروح المدينة وواجبه نية، النية واجبة كما سنشرح بعد حين بالتفصيل. النية يخطر النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وواجبه نية وموالاة كالوضوء، الموالاة إما يغلظوا يلقى يوالي بين الأعضاء سير ديفاس نيس بعد ميز يعني والفروة الترتيب مع الموالاة ماشي هذه السيد قال أذمس أبار ديال 11 دقيقة نروح على لا لازم الموالاة. شنو هذا مباشرة وموالاة كالوضوء كالوضوء خطر ديجا نسي هضرت في الوضوء صافي يفكا غد إشارة بلي كالوضوء. المدينة أو نوى الجنابة والجمعة صلاة الاغتسال يوم الجمعة السنة يون غسل ما إلا إلى طاهر ولكن قبل ديال الجمعة يغتسل صح، ولكن يما إلا يسعى الجنابة يزمر يخدم سنة النيات وميم طون نية رفع الجنابة ونية الاغتسال ليوم الجمعة هذا اسناف لحونت كيف كيف. المدينة وتخليل شعر شعر أنديل شعر يسد بلغة التنكير الشعر أندى في ساعة ندم يخلله بعد ودلك ولو بعد الماء إما مع الماء بعد الماء دلك يعني إمرار اليد على العضو المغسول. أنا كنت نشرح فيما سبق بلا تشدد ولا تكرار يعني ذكر ضمان هكا ذعاس فوسي عندي صوت فوسي فقلت غادي نوضع الغرس من بعد ماشي الشد لا شو ذخر سي راضي يدخل الله كني الزمان هذيك هو الوسوسه ما كنا لنا فيما سبق. المدينة ولو بعد الماء أو بخرقة أو ثلاثة خمسين السربيدة أنا أتسلخ صدى كين كفوسي ولي تصوضرة إلا يوني ذي وضع فيسيس ذي وضكا ذي وضكا إلا وضع حصرة كين يكي كذا ذا كان هذا كذا إذا ما ذي سلخ صرفيت تين سعد ذاك فرما مثورا للدوش وكذي للتأويل يعني الأمر أيسر. أو استنادة ممكن شخص آخر ينوب عنه في ذلك أبرنك وإن تعذر سقط إفكي غير فرق تداك وإن تعذر سقط يعني سقط هذا الدلك عند تعذره زين إيه مولا شوف الزميرة تزمر في كسايت لعب مولي الزميرة عجز عجز ماشي تفنينا ماشي تكاسلة عجز معناه فقدان القدرة وكي معنى العجز فقدان القدرة لا يقدر أوري سميرة لا أوري يفارة ولا
لا شيء عليه، يكفي أنه يرمي الماء هذا يصير حكيني ومن عادي، هذا يكفي. بعد يخدم أخذ عنوان نظن سننه دائما في نفس الفصلة، وسننه غسل يديه أولا السنة. يقول المريض السادة لفسني سيروح ديريكت مباشرة يرفع جنابه ويطهر، يجوز عادي، وهذا يجزئه يجزئ، ولكن من السنة غسل يديه أولا أي إلى الكوعين، في قطاس الكوعين المادة أثى. أم بعد يكمل يكملن بعد يفكد في المندوبات، مندوباته يند وندب بدء بإزالة الأذى، مندوب يونا ذيك قبل النجاسة سام زواروث قبل ذي فذو طهر ثم قرانت غلا، يعني أكرمكم الله هذه شمال فيسي يعني بيت الماء بيت الراحة هذه زيز ديمانيس ويزيل النجاسة إلى آخره، مفهوم؟ وحتى ما يشم ذي لا دوش وكذا يزيل النجاسة مليح. من بعد لماذا؟ لكي يقع مليحة الغسل على أعضاء طاهرة، فيها معنى، فيها الحذقة، فيها السيفيزم، فيها فزدي، فيها كلش أثن دخل. وبعدين ثم أعضاء وضوئه كاملة، هذا مندوب يندب باش مذن قبل ذلك الجنابة هذه خمطار الكبرى، هذه خمطار مش طوح الوضوء، الوضوء العادي، الوضوء العادي كوضوئه للصلاة، هذا مندوب. لذلك كل واحد منكم كيفاش يدير الآن، لأنه قاعد يخدم لك هذا ويخدم لك. بالمناسبة كنا ندير المقدمة باللي مسائل ديال الفقهية لازم تضيون 40 50 سنة أوت، ويقرصنا كلش أنت والله ما يعرف والو، يعني عاش بجهل مركب، هذه مشكلة يعني أزمة حقيقية تضاف إلى الأزمات الأخرى، يعني ماشي هذاك قلان تضاف إلى الأزمات الأخرى. وكثيرا ما يفاجئ الناس هكذا في مناسبات ميسين خدمة كيكيني وزري غركة سيم الميث في التظليث كيكيني 1970 يعني 40 سنة و 50 سنة عاد يا عجبة ورست قصاد ورست أنك ورد سنة وقيمة سنة، مشكلة مشكلة. ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة مرة، ولكن ما يخدم ثلاثة يجوز، ما يخدم ثلاثة يجوز، صافي الأولى تكفي تجزي، ولكن إذا كان خدم ثلاثة لا حرج. وأعلاه وميامينه، أعلاه تجارة فضول جاثة يفوست، مثلا السيضرة إضار نشاكاكي قبل السيضرة الجاثة يفوست أكا الجا سفلى وتيفوست، يعني في زوج هذه كلها من المندوبات، أدفض سفلى فقل أعلى قبل الأسفل، وكذلك الميامين قبل المياسر، يعني الجهة اليمنى تيفوست قبل الجهة اليسرى فظلمات. في كل مراقد النغ هذا واقف كاوند مقاطع من المختصر الفقهي لسيدي خليل، وهكذا كان يقرأ زمان في الزمن الجميل، وكان يشرح من قبل مشايخنا رحم الله الجميع. ثم غنفذو بطريقة يعني منهجية، نخدم من ميثودولوجية خفيفة نقطة بنقطة، أد نشرحها وكشو دينا سيدي خليل من خلال نقطة بنقطة. تمهيد حكمة مشروعية الغسل، أيغر نغتسل لماذا؟ أسيدي لان الغاشي تعيشين المموث النورمال سوى ما طفيت الهواء ثلاث فلس الهواء أكا يا يكفور نغي دميث واسيف نوزري غارم كذي ذي البحر أكا ذي البحر أحق قلن في ذو قلن في ذو لم قد يحمل البحر روح البحر ثايا هذا شو تيخص ايش شيء سويت كش ما خصه، ولكن نسينا نروح الاسلام غادي قار خاطئ. الغسل لقي المشروعيه ينس على الحكم تسعى المقاصد، حكم كثيره ممكن نخصوها في خمسه. الحكمه ثم زواروث تنظيف الجسد من الاوساخ والتخلص من الروائح الكريهه، ثم زواروث
بنادم هذيك السلوسه هذيك في ذيني الرائحه الريحاني والهواره وثقي حكمه حكمه ماشي كان تقول نفذو تقول نفذو والله ميم ذي الجوامع دائما المشايخ تنبيهن باللي الى قدر الشم بلا تقاشر شتي شتوا شتوا باص مي دوكا اذا نفذو لا يا خويا جدي صباط ذي فرا تقاشر ذي فرا كلش هكا نحافظوا في تزدي نحافظوا في في, في 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 الرائحه الطيبه نحافظ وهكذا وقي حكمه حكمه ثانيه تنشيط الجسد وكسبه الطاقه زي نوك الزرع ما تفضيوني في الشال ما الا يدوش امل كان ياكل الجسد مرة التفض ينشط ينشط من جديد لذلك الوضوء الله يبارك خمس مرات في اليوم من مقاصده هذه ايضا ثلاثة محو الخطايا والذنوب إلا أنت الأمور أخرى تعبدية يوم ما إلا حافظ على الغسل أسيعفر بذنوبس وثقي حكمة غالية أسيعفر بالخطايا حكمة في سربعة الاستعداد لأداء العبادات من صلاة وطواف ومس القرآن وقراءة تلاوة القرآن الانسان ذي اللي على طهاره ما يلس الجنافه وريزمير يطفي النسخه وريزمير يطفي المصحف بس الجنافه قال لا الى لضروره كما سنشرح وريزمير يخدم الطواف حول البيت العتيق ذي الكعبه الشريفه وريزمير يصلى ذي الظل اذا ثقيلة حكمه الحكمه في خمسه نيل محبه الله ربي الناد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقيث الثلساد في سورة البقرة الآية 222 222 ربي يحب صفي الميل لا يزيز دي أثي حمل ربي سبحانه عز وجل بدني القوسني تفضي وننزل محروم من هذه الخيرات على بالك لا إله محمد رسول الله ونسأل الله الهداية للجميع يسعى 70 سنة جاب يخدم الغسل يقار لا إله إلا الله محمد رسول الله يقاري يقاري يقول كذي نسلم تخصي الظليث في كل يوم رمضان العشور كل الحج دايا البقية كل الحمد لله ما يخصني والو تصوروا هذا الحال هذا الوضع البئيس هو وضع محزن ولكن صاحبه لا يدري صاحبه لا يدري غرس نورمال عادي ويكون في العلاقات النغثي كل الامور راكي نغفل فلاسنت تعاملوا مع كل الناس طبعا عادي ولكن صدقوني الا بعض الناس بعد توبتهم بعد 60 70 سنه شيني ندليغ ندليغ الا يونس مكتوف من مثل شحال عمرك جامي كيني يثوب تقريبا عمره 63 سنه 64 سنه مثل شحال ديال عمرك شي ناس كواس عماين ثلاثه شي قرا كوي مزورني واش نحسب راه يفذو يفذا الحساب يسكواس مي يفذا يتزلى شي قرا قبل شو اللي قولوا شي سوية الصاغه من كينا ما ثلاث نقاط يعني ولكن ثوره ثوره ذي العبد ثورة أقليه وغلق ذي العبث نغ في رواية قلغ ذي العبث يا أخي الهنتي سنس قبيلي لغتان يلا ثورة نروح أولا تعريفه وديوك المقدمة تعريفه تعريف الغسل هو تعميم ظاهر الجسد بالماء ولكن بنية رفع الحدث أو إباحة الصلاة بنية خاطر قاسين النية ماشي كان لا دوش ما يلاقيش من البحر يبغى مسك هذا الكوامان لا تحكي يروح يدوش يروح هذيك السخانة يروح هذيك الشم من الكوامان لا لا تحكي الغسل إلى قليل تعميم ظاهر ظاهر الجسد ظاهر ماشي باطن ظاهر الجسد بالماء سوى ماء وبنية رفع الحدث أو إباحة بنية استباحة الصلاة طبعا مع التخليل مع الدلك وتخليل الشعر إلى آخره ويعني وقي المعنى ينس بشكل عام لذلك صاحب المختصر سيدي خيلاد يجب غسل ظاهر الجسد وقد ذكرناه
ثانيا موجباته أن ذع لاميثود نفس المنطقة يعني نفس المنهجية التصميم موجباته ذا شو ثنت السباث يري السوضن في نادم باش هذي خدم طهارة مقرانة إلا السباث السباث مزواروث الجنابة الجنابة بجميع أنواعها. وربنا ذي القرآن الكريم وإن كنتم جنبا فطهروا في سورة المائدة الآية السادسة وقد أشرنا إليها فيما سبق في الدروس السابقة وإن كنتم جنبا فطهروا ولنس الجنابة فيطهر مهما كانت أسباب الجنابة. السبب والسين ذا شوث انقطاع دم الحيض بالنسبة للمرأة تنطث ملمي يحبس الدم الحيضينس للراجل العادة الشهرية وند العادة الشهرية تختلف من امرأة إلى أخرى إما يومين أو ثلاثة أيام أو يونواس نقول كل قطرة ربما بعض النكين بعض النساء قطرة واحدة دايا وتطهر ممكن ممكن يوم ممكن يومين ثلاثة أيام أربع أيام خمس أيام سبع أيام رسم العادة. وبعدين في تفاصيل فقهية دقيقة أيضا خاصة بأحكام الحيض يكون إذا يهمنا في الموضوع انقطاع دم الحيض ولو كان قطرة واحدة يحبس دم الحيض ذاين ثمطوث إيلاق التزيز ديمانيس يعني تخدم الوضوء أم قران. في حديث عائشة رضي الله عنها أن صحابية سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع هذا نتاع الحيض حديث شوية طويل شو سينا النبي عليه الصلاة والسلام إن داعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها يعني وتزلر ذي المدنين الحيض قدر الأيام ولم يحدد وسينا راه يومين ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة النبي عليه الصلاة والسلام يزرى باللي يختلف تختلف المدة من امرأة إلى أخرى إن يسدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها أشو سينا بعد ثم اغتسلي وصلي أمرها بالاغتسال ثم اغتسلي وصلي. الحديث أخرجه الإمام البخاري. السبة الثالثة انقطاع دم النفاس ثمطوث ما تنفس يعني ثيرود ولدت أنجبت يأتيها دم إذا من نقص دم النفاس دم النفاس. أيضا هناك أحكام فقهية خاص بالنفساء ماشي يقول الموضوع عنه كذا قد فكان أشو نحواج الشاهد أشو نحواج فقط مش مالي التفاصيل خاطر كل موضوع يسعى تفاصيل انقطاع دم النفاس. السبة الرابعة الولادة من غير دم إذن ما درفون بلي دم ولو كان حالة نادرة المهم أنجبت خطر مدينة ثراء انقطاع دم النفاس إذن ما ذقيم شهر إذن ما 40 يوم إذن ما 60 يوم صح إزمر ولكن أماكن إزمر أيام قليلة ثلاثة أيام أربعة أيام سمانة يولواس يحبس ولكن إزمر الحال تكون ولادة من غير دم المهم ثرفات. السبب ويس خمسة الإسلام معنى الكافر إذا دخل الإسلام سمعته قبل حين في المختصر أسنين الشيهد من بعد يغتسل يخين مسفام وسن قرارة روح اغتسل وبعدين شهد لا سيني شهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يغادين سلم يلا روح تغتسل. طيب ولكن والمرتد أيضا المرتد الذي رجع إلى الإسلام المرتد الذي رجع إلى الإسلام كيف كيف أيضا تفضيل من دين سلم يغال مرتد والردة تاب من ردته وعاد مرة أخرى للإسلام فبالتالي ومن ثم يطلب منه
الاغتسال فقد السبة في خمسة. وقد أشار إلى موضوع الكفر صاحب المختصر سيدي خليل. السبة ثان جاروث الموت يلهب ما يسير ذي ما يسقل السير ذي شحال خاك الشيخ شحال ورسال ذي ما نس لم يغتسل في حياته ميقموث السير ذي ند يفور بي قرنك الميت في يد الغسال إذا ما سيني خاطي يمكن هذا يعني ولكن يتسلسة سبحان الله. شوف رحمة الإسلام غسد يلي يسعى 70 سنة ويزول راه يقر كان لا إله إلا محمد رسول الله إمي قموث إنسل من السردن أثزيزيين أسخذ من الوضوء الأكبر الموت. كل إنسان ميت يغسل. لذلك نفتح قوس أما السعد بقاذ السردن الميتين ساعة لجر ذم قرآن ذم قرآن ذم قرآن أما ذي رجازن إي رجازن نغثولوين إثولوين أما الساعة ذم سم ساعة لجر ذم قرآن نغدى ولقي خطر أتصق مذانا شغل شغلقي وحيني تهافيغ وحيني زميغارا وحيني سينغارا وحيني خاطئ. لذلك كان سعو قول ذا القرآن تصم تذري نساء تفضيوني قلاني السيريد ذي قرقاز نيون ثلاوين يوث من الميد غلي الميث وكاد غلي نسين ثلاثة هذا حصل أمي تفض زيغوينا غاندا تفض ما يهلك وين السيريد صافي الميثنا ذي قيم مسكينة كني في غادي نيغ ثورة الحمد لله لاني يعني شري المزيان في المزيان يتسارن البال نسني الشوالاكي أعطيهم الصحة ذي نقرزن سواطاس. ولكن يستثنى الشهيد الشهداء لا يغسلون سبحان الله. وثقيم الكرامات يقفك الشرع الشهداء وتسير إذنها الشهداء أحد النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم في دمائهم الناس انطلفت سن سيدا من السن سيدا من السن ولم يغسلهم سن السر ذرة سن نرى السر تسن إنس انطلف تسن سيدا من أنسن. وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن شهداء أحد يصدق على جميع الشهداء. لذلك شهداء الثورة الجزائرية المباركة كما رووا مجاهدون هذه الروايات لم يغسلوا الشهداء أكني سلف سنسن سيدا من أنسن انطليس. إذن ثقيك مسلم موجبات الغسل نفكاد الشرح مجمل ذي المختصر الفقهي ثورا نشم ذي التفاصيل بطريقة منهجية موصلة للمعلومات بشكل يعني مفصل. ثورا نشم ثالثا فرائضه فرائض الغسل. الفريضة الأولى أكن أشار إليها وهي النية أشار إليها صاحب المختصر سيدي خليل يعني وواجبه النية أكي قفذة وواجبه النية صافي النية. وأشار إليها أيضا ابن عاشر في متنه وغيرهما. إذن النية هي الفريضة رقم واحد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ولكن دقيقه دينا في الحاجه وين ينوان الغسل يرنيذس غسل السنه مثلا للجمعه نغي العيد نغي الاحرام هذا يجوز هذا يجوز اتسدك النيات يجوز ما يسمى بالغسل الواجب الجمع بين نيه الغسل الواجب ونيه الغسل غير الواجب اللي هو المسنون كمثلا الغسل للإحرام كالغسل للعيد كالغسل ليوم الجمعة للجمعة في قذقيك ماشي واجبة يجوز جمع بين النيتين. فالغسل الواحد يكفي ويجزي
روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل الجمعة والجنابة غسلا واحدا. وقي من فقه ابن عمر ميسن عمر بن الخطاب يخدم يوم الغسل سنه النياف هذيك الجنابه وفي نفس الوقت للجمعه. والامام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار اشار الى هذا قال لك لا اعلم مخالفا يعني ولاش مخالف لهذا الامر. هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله. الفريضة السناث تعميم ظاهر الجسد إلى قل جسد كامل أفوض وأمان إلى قفناد مذي السيوض أمان يكل كورينس الجسد كامل مع الاعتناء بالمواضع الخافية مثل ما تحت الإبط إمكانك مثلا تحت الإبط يعني إذا ما بد ما يغفل. وكذلك ثقب نتاع السرة يعني تجعب الثمت قراءة رواية لغة أكا إذا غبد ما شفنا ما ذكر هذا ضيسة كذا خلال ما حذاري خطر منطقة حساسة مش بد ما ذيها الهيمانيز تطرف الغلو في هذا الأمر لا يصح مضر كل شيء بيسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سورة البقرة الآية 185 إذن لذلك صاحب المختصر يجب غسل ظاهر الجسد وكذلك تخلي أصابع الرجلين أكو مكان يعني فرن بعد من القثية وضع تفوسيس. سبحان الله إلا إذا قارن سيدي أحمد الدردير على بالكم زيك العلماء قاصنا سيدي يعني لذلك ثم ثنغ الحمد لله سيدي أنا عميه سيدي منصور هكا سيدي سحنون سيدي عمر والحاج سيدي فكي زغيون ونسارة سيدي فقيد علماء تقدير والاحترام هكا إيه معناتها الجوز نغ لاباس حرشن ديال شغلك. سيدي احمد الدردير يسعو انسان مختصر يسمس اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك. كتاب ذا رائع جدا اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك. نكون انسان ديال الراكورسي ديال شغل وياض ولكن الراكورسي ديال الفقه اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك. نسى شو دينا يجب على المكلف غسل جميع الجسد. ذا شو ديرنا يرني غد كلمة المكلف ذا كيما حينما نقارن بين المتون سوى الفايدة ريلين سيدي خليل صاحب المختصر إناد يجب غسل ظاهر الجسد ودينا المكلف إمين غال المختصر من الشيخ أحمد الدردير يرني غد ينبوال يجب على المكلف الذي تجري عليه الأحكام مليون ذا مسلوف مجنون وإن أصير ثس كان ترده وخلاص ولاش لانين دين رفع عنه القلم. لماذا؟ لأنه فقد عقله والعقل مناط التكليف. صافي الإضافة مهمة يدينا سيدي أحمد الدردير نعم مريم الزغ يغسل لأنه استصحابا لإسلامه ذين سلم اسمه ديني ولا شو اسمي ديلو للدرويش ذين سلم أخطر كل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خطر لو تركنا الإنسان بدون مؤثرات خارجية لا نطقت فطرته إيمانا بالله. لو كان نجاكروذ أقشيشة مشطوح يلولد كان جاث وسقر لك ولا كا سقر راه والو واحد سكان يفهم وحيد خاطر الفطرة ينس جوبيلة على التوحيد
جبيلة فطر على التوحيد. لذلك المجنون غدرويش يعني يغص، ولكن في حياته إلى كان ذي زدي ذاك نفتح قوس مهم ثوى الشوري نسعني درويشا ماشي ذي لايف باش ذي زدي ماشي ذي لايف لأن شارك مذانا ماشي ذي مولان ميواني ولو درويش أثي داوين أسطلنا ذي زدي الله الله أثيون غلا دوش أسدوشنا ديوغال ما شاء الله الله يبارك أكا الشيخ ولن إمولان تغنفون أكينين مرة والشيخ نعم واحد المرة تفضل في تيبازا أها كان واحد الحاجة من الخميس للخميس أيوة تجمع كاع هذوك المختلين و تاع تيبازا الله أكبر ودير لهم طعام وراهم في التلفزة دير لهم طعام حوالي 40 50 يجيبهم واحد خطرات بالكاميون وسبحان الله شبروها يجي ويفطروا كل خميس طعام لنا وكي يكملوا يوكلوا واحد يردوا يديهم ويدعوا لنا العشو الزهد الله 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 40 50 واحد الله ويدعوا لها يقولوا كاع امين وبعد ينصرفوا بالنظام ويروحوا هذه في تيباس هذا هذه شنو الله مقصر الكلام اللي قاله الشيخ رشيد وعلى بالهم الشيخ كل خميس يجتمعوا في واحد البلاصه يديهم واحد كاميون يديهم يدخلوا بالنظام يقعدوا هكذا على الحصاير ياكلوا كاع الطعام كي يكملوا يقولوا كاع صبروا يرفدوا كاع يديهم يدعوا لها ويروحوا بيني وبينكم يوسام ثاك المشروع الاستثماري اللي تخدم بروجي دان استثمار اكل ربي سبحانه ماذا استدعوني استدعوني وكذاك وكذاك استدعوني رفدني فاس نسني ربي سبحانه شوف شوكم يثمر ولا مروقة ذي السنن صلاح نصن ذي قبل ربي فلا سي قبلك في المؤمنين مرة وذا غير رسالة نفكيمة ولا نسنائي مولان وتستحي ثارة سي موضان ذا موضين ذا موضين ذا موضين ذا يك ذا يك زمع ديني ولا حول ولا قوة إلا بالله الفريضة الثلاثة تخليل الشعر في سائر الجسد أما شعر الرأس أما شعر الذقن يعني اللحية كل الشعر ويس ربعة الفرد ويس ربعة الدلك ناد الدلك المعنى يس إمرار اليد على الجسد أثناء نغمع صب الماء بعد صب الماء بلا تكرار ولا تشدد هكا كين فهميث صاحب المختصر يناد ودلكن غير هذه اللي شرحتيد ودلكن ولو بعد الماء او بخرقة او استنابة وان تعذر سقط يعني زمر سفوسي والزمرضارة صرفت اتسلخ صدك اتتفض سياك باش تستخدم ذاك الجسدين زيد سوتو ان داون تصاور رفوس من غير استنابه استنابه يعني ارجز زمر دي ورجاز ثمطوس زمر ثمطوس ثمطوس زمر ورجازيس ارجز ثمطوسيس يعني كل مره يكون جائزه عادي ولكن بعد شو ديالنا الى وين فوق غادي يمس الحبل يمس ومراه كاينين هذا كامل المهم حاجه كتلخص باش تصوض تجتهد بعدين هو ان تعذر سقط لان الـ 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 الامر الذي لا يقدر عليه يسقط ربي فاتقوا الله ما استطعتم سوره التغابن ان فاتقوا الله ما استطعتم تزمر ثنون سوره التغابن اي 16 والنبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ما إلا أمر كوني تسيون الأمر خدمت ذكس أين من الزمرم ربي وغيك الفارة أكثر من تزمر إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وقال الحديث حديث صحيح في البخاري ومسلم عن أبي هريرة ثورة دنوغال سين نظم الويس خمسة الموالاة الموالاة ند من غير فصل طويل من ولا قرب ندم
كالوضوء يا اخي نسينا فيت وموالاه كالوضوء يغدينا صاحب المختصر وموالاه كالوضوء وقد شرحنا هذا الامر في احكام الوضوء الموالاه يعني ولا قرب ندم هذه السير ديال العضو ابراي ديال الرجوال ما يكاو باش هذه ولا روايض خاطئ الى وذفروا بدون اما الوقت اليسير فهذا مسموح يونا يسير بعد حبس الوامان هذه السيوله سينير نوثي دامان كفانا سوامان اما لا يسدوج ديال لا دوش يخدم الغسل حبس الوامان هذه سوا سينير نوث كثير دامان اما يبوي امان يدس كفان وامان نغنغل الناس وامان ويتعوذ راه سلقى اسداوينا مان ثم هذيك كما الوضوء عادي الوضوء الاكبر يعني هكذا يعني الوقت اليسير هذا مسموح لذلك الموالاه نناد ونؤكد على القاعده الموالاه تجب مع القدره والذكر وتسقط مع العجز والنسيان شوفوا هذه القاعده هي الموالاه تجب مع القدره والذكر وتسقط مع العجز والنسيان ما بد من يتسون غي يعجز دينا تسقط ثورا تسيقى ذا قيد الفرائض خمسة يسن ثايا ثورا نروح السنن رابعا سننه نتبعوا المنهجي دي خدم صاحب المختصر سننه إذا كان غسل يديه أولا سوى فسنه دي مزورة هذا ماشي واجب هذا السنة بعد الاخر نخدم يسنتز خلاصه صفه الغسل من البدايه الى النهايه كما كان يغتسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم سننه اذن في المختصر غسل يديه اولا الى اخره ثم نخدم التفصيل السنه مزوروث غسل اليدين الى الكوعين سيقدر الكوعين الا ماده هكا قبل إدخالهما في الإناء قبل أن تيرض قفيذون نغض ثبسانت نغض وكذا ومما غدوش أيضا من السنة سير قبل إفاسني مرة واحدة تجزي مرة واحدة تجزي ما خمس مرات أيضا يجوز تجوز تجوز في السنة المضمضة المضمضة المعنى يس إدخال الماء في الفم مع تحريكه باللسان داخل داخل قموشيك وقيد زرامك وبيك خدمان في ثلاثة الاستنشاق استنشاق معناه الدمضة كمان جذب الماء عن طريق الأنف بالنفس اتزفضل سوان زارني سنفسني بان زارني هكا ويسر ربعة الاستنثار استنثار معناه طرح الماء ولكن مع الاستعانة بالسبابة والإدهام الإبهام من اليد اليسرى مع الاستعانة بسبابة وإبهام اليد اليسرى هكذا صافي ثيارتنا كا بعدين ودرون تدفع بالنفسين الله أكبر ويس خمسة مسح سماخي يعني ثقب الاذنين ماشي غسل ماشي تسردها مولاش بعد ما يعوزك هذه غير يهلك داخل هذه في منصر طبيب سبيسياليست مسح كانك افوس يضوضاني نقرا داخل بزاف بزاف واش تسالك هذا خاطي كانك سفلى داخل وتضر الرياره يعني هذا ما كان اما داخل ما داير برا وقي زويس خمسه انتهينا اثنين خمسه سورة الخامسة مندوباته نغمس مستحباته مندوبات الغسل نغمس مستحبات الغسل أتصقلان منها ثم زواروث إزالة النجاسة نغل أذى قبل الشروع في الغسل وثقي مستحب بلاد ما كدنا أذيك الشمر بيت الراحة الديزيز ديمانيس مليح هكا وميم ذي لا دوش هذه زوير هذيك ساكو النجاسة في مانيس زرا ما يغار لكي يقع الغسل
على أعضاء طاهرة. مي تبغض الغسل تبغض في الأعضاء إلا نزديث الزاز ديمانيك أن بعد تبغض الحدث رفع الحدث الأكبر الغسل أكا وزرم بين قوسين مما بالنسبة للميت وقال السير الموتى الزرم قفل تفضوض يعني الغسل إلى قصد كذ شوية ذاك عبوطيس ولكن بشكل خفيف مش اسم القوة استخدم العنف بشكل عبوطيس أي غار مع شوي لان داخل دي فغ خطر دي نيس لدي فغ لأنه ميت ميت دسنا ثنوضك نسأل الله الستر وحسن الخاتمة استكذك شوية في عبوطيس مش أن تكفض الغسل كامل أبري دفنت الأوسخة كرمكم الله كنت خضمض نتفغ الرائحة والهوارة خاصة لذلك ثقي من الفقه وكذاك يخدم الغسل يعني السير ذي الميتين استقصى ينسن الله يبارك وطف الدم غارا والغرين نارا ولكن السن مليحة يركن الدنيا ذي المقدمة الزمان ذي قيمي وذي عاش 60 سنة يتظل له ورسين نارا شو نظرك بسم الله وغرسي السن لكن كغريغ كسير الدبلوم كين يا ولدو السن ضارا غر مشي للعيف مشي للعيف مشي للعيف خدمي نرفيزيون مراجعة فقه العبادة مشي للعب العبادة بعد تفضي ما يكتسنظم اللي وقال المسين ضارا ونعم داش حالي بردا تفضي الله الله أكبر أشو الدبلوم أشو من السن ضاكين كذا قلت السن غارة انت غوري السن زيور السن في السن ضارا وهذا هو الجهل المركب الجهل المركب انت كي جوارا خطر يوم ما إلا يزرب لوري السي وري السينارا هذه ساعة فراث ما إلا وري السينارا يرنا وري الزرارا بلوري السينارا اسم هذا كي ثرويث بروي هذا هو إذن إزالة النجاسة إزالة الأذى قبل البدء في الغسل قبل الشروع في الغسل هكا نمسفع والسين غسل أعضاء الوضوء كاملة السر ذاك أعضاء الوضوء أما أين كنت سير ذي كامل ذي فسان ذي ذام ذي مزا كلش 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 السر ذاك قبل الغسل ولكن ذاك هناك حديثان حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما وعن الصحب الكرام جميعا حديث عائشة أو كذا حديث ميمونة أن في يوث الإضافة في الذي الحديث وليش تقايف يعني حديث سيدة عائشة يبين صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أشو دلنا توضأ كما يتوضأ للصلاة يعني قفل ذي بذل الغسل سيدة عائشة الناد يغلظ أم لظ ظلث صافي نفهم لظ ظلث نسنيث صافي ثورة ممكن مين كير باش نخدم الغسل أن زوير قفل أن غلظ أما كان في يغن في صلى الله عليه وسلم على حسب حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وقد يؤخر رجليه إلى غاية الفراغ من الغسل أنسدني واقي من حديث ميمونة رضي الله عنها يعني إزمر أذي السير أذي توضي لوضوينس كامل صفي ظارنس ما عدا ظارنس أثنيج لما يفك الغسل كاملا بعدين مدن الصفة ذي الخلاصة أسدني عود إن شاء الله بطريقة مفصلة حديث عائشة رضي الله عنها حديث ميمونة حديث ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة يغلظ أم لظ ظلث بعد شو دلنا ميمونة غير رجليه صافي هذا البيان ورد في حديث ميمونة ولم يرد في حديث عائشة صافي ثنات أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه صافي إظهرني سوثني السردان إجاثن دين قولا أكا
وقي صافي ذا المندوب المستحب ويس ويسين ثلا ويس ثلاثة تقليل الماء أشو دينا صاحب المختصر سيدي خليل إن دو قلة الماء بلا حد أكيد هنا وقلة الماء بلا حد أمشي نفهم ولاقي خطر إذا قيدنا الشرح مش نفهم راه عشان وقلة الماء بلا حد المعنى إيه من السنة من المستحب من الند المندوب من الندب أنه الإنسان ما يدوش ما يخذ الماء الوضاء جنب قران وإلى قارة هذه بالذرمان إلى يقلل من الماء والظرم فيما سبق ذكرنا يقول مين ولو كان ذي البحر ولو كان ذي قاسيف ولو كان ندا وسقرا مدى من قوان دغا دغا مثورة أخينك الله دوش تلا هذا قيمة ساعتين أمان الحون أخيني ثفك تورثة تخلصة النور مع خاطي ولكن ثقي تصعد لاجر ما تخذ مضاكا تبذير ذيريث بين قوسين من الأزمات نتاع البشرية هي أزمة الماء ايه اثنين ذو السنة دي سدونا دي الصر ربي اذو غالومان ذنسي السبا إما تلويث نال القرى أمام دي جاحت على مستوى ذي ثوذرين وكاثيك ولي الجيران وكذا يضروا العجب على جال أمان صح على جال أمان خاصة يقولون في ذوهم يخصون أمان ولكن ماشي ما الخير كان غم بعد بالزع وخلاص لا لا ذلك صاحب مختصر إن وقلة الماء بلا حد أي رجينا بلا حد لاختلاف الأشخاص لاختلاف الأشخاص إلا وين مقرن وين مشطحان وين يصحان وين ضعفان يختلف صح في الزمان بس في قضيه لك قسن الكاس بمن هذه غلوظ نورمال بويض كنا في كده اربعه قراثين بمن واحد ثمانيه ريت ثلاث ويا رب السن غلوك هكذا ولكن لابد من تقلل من الماء مدينه بلا حد لانه اختلاف الاشخاص ماشي اختلاف الاشخاص مع شي يعني ثلاث ريت ثلاث ثلاث ريت ثلاث هذه غلوظ كامل ام قران يعني ويضي لقى شي 300 ريت لا القرار ديال ديفيرونس كاين كيني كيني مقرا في العمار ناك صحاب من بعد الصحاب من بعد صحاب صحاب صرمو شويه زياده فين ضعفن مي ماشي زياده ني الفاحشه كبيره المستحب غير المندوب ويس ويس اربعه التزام الصمت السكوت التزام السكوت اثناء الغسل انا كدنا ديال لوفو العبد ماشي غادي يهضر غادي يتقصر يتغلظو خاطئ المينيموم كرد السلام حيتي سيولي وشين السلام عليكم السلام عليكم السلام مثلا ك تحميد العاطس يعني تشميت العاطس ما يلايون نغرد يعظس السلام يرحمك الله نعم اثناء كل شيء ثندين ايه لذلك فعلا تشمتك ولا بيت الوضوء تصمد للسوق السوق السوق ميس نسيد عليك كرم الله وجهه اللي غنمشي ديون واس ولا انت الحسن ولا انت يتغلظوا سي تدير يتركيجي وكذا يعني والخشوع لا ما ساش شويه لانك اني ستهكي غيماني ويتقبل ربي صح زر كان تفضي وكاين تقبل فلان غفلان ايه هذه السقمة وليس هذه السقمة كذا هذا يقرزا كيمانيس الى اخره شي الوالي زيغ ما الا ما قرزا خطر ذا ايه يا ربي العزة هو اولى صح كذلك ما الا طلب الماء ما الا خصن كوامان يجوز تهضر ارنوثي دمان اقلب ضاسة قرو مازال مثلا ظلفان عادي تجي كلها اعذار اعذار تسوغ الكلام مفهوم صافي ثقة أربعة التزام الصمت والسكوت الا لعذر وقد ذكرنا بعض الاعذار ثورة نروح ويس خمسة
غسل أعلى الجسد قبل أسفله. قد سوف سفلى ودفدو ضرب سفلى أبري بعد وقي من مستحب مندوب إما تخمض العكس يجوز ما يجوز تيكون بالك في حارة وفنغي باش تلحق الجمعة الغشو يفغيك العقلك يعني في المغاولة ولا قالك يديك شمل الوسواس سيند وقيلة الوضوء ينو الأكبر يخص خاطي لا صحيح هذه كلها مستحبات. وستة غسل الميامين قبل المياسر الجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى الجهة في الفوسط قبل مثك في الظلمة الجهة بعد الجهة الظلمات إما تصور عرق انتاش تزور الجهة الظلمات من بعد الجهة الفوس سلم غولة يجوز عادي ولكن تجي من السنة زور ذي الميامين لشرفها كما قال العلماء ثم الجهة اليسرى. والسبعة أنقروا التشهد والدعاء بعد الفراغ من الغسل دعاء الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وخذ دعاء جهد نقار من مثك في الوضوء أمشطوح إنه الوضوء أمقران تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقي حديث رواه الإمام الترمذي واللي بغى نديو الغرس الحديث رقم 55 الحديث رقم 55 أكا ثورة أن نروح نقطة أخرى نعم في أي وقت بعد الفراغ سواء كما قال بارك الله فيك إما بعد الفراغ مباشرة أو بعد ما يمسح الصرفيط وكذا ويلبس ثم يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قبل أن نفك نقطة سادسا موانع الجنوب رغم تمنعه الجنابة أدنفك صفة الغسل بالتفصيل يعني يتبارط مرحلة مرحلة يون ما ليس سبب من أسباب الغسل الأسباب الموجبة الغسل موجباته كما يعني قال صاحب المختصر سيدي خليل أمي مرحلة مرحلة ثم زور ذي روح هذه استنجي هذه استنجي هكا هذه شمل بيت الراحة هذه استنجي من بعد أن ثورة هذه الزمالة قلنا ثورة هذه الشم لا دوش أنت لا بينوار لا دوش إيك شمر أشار يخدم هذه خدم النية ثم زورث لما الأعمال بالنيات من بعد هذه كسل النجاسات النجاسات هذا مازال نجاسة دي سنتكس غاس يفغنسي بيطرحه ولكن لها يتأكد يعني هذيك النجاسات والوساخ يفغان فيغ ذي دوش صافون نورمال هذي دوش لا دوش قرويس كذا هذي خدم ما بيش يخدم شامبو قرويس وكذا وكذا وقيب باش يدي زيز دي مانيس هذا يلها صف ما يلا يا حار نغاشو الجمعة تايا نتظليت كذا لقي ممكن تلحق أحد تروح ترفع الحد الأكبر مباشرة وضوء الأكبر ولكن ما إلا مرتاح خير تخذ مضاك من بعد تأخذ اللوف ومشطوح نورمال يفسني ثلاث مرات مرة واحدة تجزي بل هي مرة كما أشار صاحب المختصر السرد يفسني إيميك قموش أنزرنيك أذميك أفوسي فوس رمال المرفقين أفوس الظلمات مرفقين مرفق أم بعد مسح الرأس أم بعد مسح الأذنين أحفظ لقي ما سرد ظرنك كما في حديث عائشة يجوز ثوض اللوضو كاملا توضأت وضوءك للصلاة ميلا فوخرض إذرا ألم تفكر لدوشنا الغسل
يجوز في حديث ميمونة رضي الله عن الجميع هكا صافي ما دخل المضاكة المضاكة يجوز خاطر ما تسعد تموسني وكيك شمال وسواس ما ولاش صافي تكفيض اللوضوينك قيم ديرارك ما صرت لكن تخدمض إلى من بعد تغسق رويك تبدأ بالرأس تخليل الشعر تكفيض قرو أي ما تيسر وتصغي مالا غالما تقيم ضار نفس ساعة سقر وقيلة 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 تخري الشكوك اللي صرت عادي تفرى ما ظلدوش نغضنا دابا تفرى ثلاث مرات تكفي تفرى يقول ما دام ساعة شعرة طاس يختلف يطمئن قلبك لذا يختلف يكفي من بعد ثم قرضك الرقبة هيك بعد روح الجهة اليمنى الجهة اليمنى تبدأ من الجهة الأمامية الجهة قثي فوست يلا أدو ذر الصرة ثقب الصرة سيادة فوسي شوية كان بلا ضغط شديد حذرت دور ضيماني خطر كان يجي سونسيبل عند 300 رجع فوت كومي سيقار من بعد يجي تحت الإبيط وقال من المواضيع الخافية أماكن خافية دوي تغروط دوي هكا من بعد أتروح الله الجياجي الدفير خطر تفضل سل الأعلى وبعدين الأسفل وتروح على أمصاضي وكذا خاطئ روح قبل ما زيك الجهة يجي ميسي تسردو لقينا دمو الزميضارة دم تصر في طيس لخسيت ميلا فوسيك ولي تصوضارة كل يوم عندها تصيو فوسيك الزميرة تصر في طيس لخسيت سعدي تيدك تكفيص الجهة يجي وغالد الجهة أمصاضي هذاريك كامل ألم في وضض أكساب ثكع برثم فضغط سكما ضغط كمليث وتكما ضغط ما عليش جيثنا لما فوك جيثنا لما فوك الكلش صافي السعود كان ضغط ألم في وضض جاء وضغط يتحرص الدين ما فكما ضغط يجوز أطرد وضع جاء ظلمات كيف كيف فكنت خدمي في فوس أسخمي ظلمات الجاء الأمامية تحت الإبيض دو تغرض من بعد ذفير عروريك غزوريك من بعد كمنا مصادي كذاريك سيو سيو كامل ألما مثكفض وروح ثورة ما صرد ديجا يفوس أظهر ظلمة أي فوس ما صرد أظهر أي فوس ثورة سيد أظهر ظلمة إمو صرد أظهر أي فوس ثورة أغلد سيد أظهر أي فوس داغسك شما فوسيك غوضاني كيرت في ذنين تخلي الأصابع رجلين وبعدين سيذر سيرد أظار أظلماض هذا مكان أم بعد سفغيض تعمي مرة أخرى تستخضي ومن أدصبناك باش يعني سكصداك الشك هذا يجوز مدخلي مضركة هذا يجزي هذا يجزي وضوءك الأكبر كامل ينكمل تجي صفة صفة الغسل بالفرائض والسنن والمستحبات تكفير أتختمص الدعاء أما كندلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين ليش الغشيت سعى وذن الوضوء بعد مكفن الغسل هكا جماعة الخير تعاوذ الوضوء مكفن الغسل كينا هو أسعوذ كان وخلاص خاطئ ورشدكم إلى كتاب الاستذكار لابن عبد البر صفحة 60 صفحة 60 شو دينا إلى المجمعون أيضا يهضر في العلماء إلى المجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل كما استمعنا للجنوب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم بين قوسين ذكرنا حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما وفيه الأسوة الحسنة هذا كلام ابن عبد البر ولأنه عون على الغسل أم بعد شدينا وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم هذا وأما الوضوء بعد الغسل
فلا وجه له عند أهل العلم. تكفير ذا مستحب أصدر ركعتين يخي لما كانت ركعتين الوضوء ثقي قرنس نافلة بسبب نافلة متوخذ الوضوء في العشرة الصباح تأخذ الوضوء في 12 جيرة زي ما ركعتين يعني في الأوقات التي تحمل فيها النافلة ثقي نافلة ذات سبب. أيضا من السن من الاستحباب من الندب يندب بعد ما يزال ركعتين بعد الغسل ما إلا الأمر ميسور له. ثم غاية مثلا أثناء السن صفة الغسل بتفاصيلها بجميع مراحلها ثم نقطة ثانجلو سادسا نحدثكم عن موانع الجنوب أو ما تمنعه الجنابة لم تأمر تمنعها الجنابة يلمس الجنابة من وعد تخدم اللانت أربعة ثمسلت مقرانين ثم زواروث جمعوا جميع ما يمنعه انتقاض الوضوء يعني مثلا الصلاة ميليون إلاس الجنابة فريجو زارغي الظال مغفرة في تيمم وحدسة خطر تيمم نهضر في تيمم نهضر في الاسم بعد إما إليه وليلس الجنفة ولا شأنها أنه يقول أدفت ظلف يروح التيمم يتيمم التيمم يسحل الأحكامين التفصيلية إن شاء الله سترد في الدروس القادمة إن شاء الله وقدر صافي جميع ما يمنعه انتقاض الوضوء فظلف الطواف بسمي رأيه يطوف حول الكعبة بلا طهارة كبرى بلا وضوء أكبر لا يصح مس المصحف استفض نسخة لا يجوز إلا لضرورة لضرورة عدد مض كتاب يغلية الدرف ضض تغطي دسي الحانوت استقاذرة ضغط ضغط المصحف ثم ضغطين صفيد المصحف كيف غير أخي فيد أخي فيد خطر تقل الضرورة وهكذا لحديث إنما الطواف بالبيت مثل الصلاة أكيد النبي صلى الله عليه وسلم فإن يعني الطواف حديث رواه الإمام الترمذي وغيره. والسن الذي يمنعه تمنعه الجنابة هو دخول المسجد يولي لنس الجنابة أريد جزارة هذه شمل الجامعة سوى الضرورة أنه غير ما الضرورة أي غير في كل مرة نذكر الضرورة خطر بدينا دي القرآن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه مليون براحته وريك شمال الجامع ميلا وريك سعر الطهارة ثم قرآن الطهارة الكبرى ميلا انتقض وضوءه الوضوء مش طح نورمال إذا ما تبطريون يغض الوضوء إلى المغرب بعد يخسر الوضوء هذه قيمة الجامع عادي من الميد يوض العيشة واحد يغلوه عادي ولكن مثل الجنافة يقول له قد يفخ قد يفخ ولما إلا يسعى العذر يسعى الجنافة يشمد يزول ستيمو تكفى قد يفخ ديك الشمع عند الصلاة ولكن أخذا بمراعاة الخلاف ما إلا يتيمم فنواقض التيمم هي نواقض الوضوء تفهم القاعدة الفقهية التيمم بدل ما ينقض الأصل ينقض البدل الإضافة أن التيمم ينتقض بوجود الماء سيلوجيك يفهم إذا حضر الماء بطل التيمم صافي لكن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ند فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب ند فإني لا أحل المسجد يعني دخول المسجد لحائض ولا جنوب وهذا حديث أخرجه الإمام أبو داود ند لا أحل أنفهم للنبي صلى الله عليه وسلم له حق التحليل وحق التحريم نعم لا تطوف لذلك أحكام الفقه بارك الله فيك عن السؤال
المرأة مثلا باش تودع الكعبة مثلا تقول كان بالحق أنا أدخل إلى مسجد الكعبة. لا تودعها عن بعد. تودعها عن بعد لماذا؟ ما دام لا تدخل لا تدخل لماذا؟ لأنه وهو الأولى أن أخي المساجد الثلاث بيوت الله كلها بيوت الله. النقطة السادسة والأخيرة ما تمنعه الجنابة ند الممنوع الأول رقم واحد جميع ما يمنعه انتقاض الوضوء فهميث من صلاة وطواف ومس المصحف إلى غير ذلك. والسين ند دخول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن إني لا أحل المسجد مقصود دخول المسجد لحائض ولا جنب حديث أخرجه الإمام أبو داود. بالنسبة للمرأة كما تفضل فضيلة الشيخ إذا كان يعني راح تدي العمرة أو الحج ولا مدام ثلا على ثلا بالحيض مثلا عند العذر الشرعي تاعها لا تطوف بالكعبة المشرفة لا تطوف إنما تودع عن بعد فقط وليست مطالبة بذلك. والحمد لله أنه هذا ماشي فرض. طواف الوداع ليس فرضا طواف الوداع ليس فرضا ولكن طواف الإفاضة نعم طواف الإفاضة هو فرض وركن اسمه طواف الحج. ذلك جماعة الخير أحكام الفقه يعني أتصي قلان وثاثك شبذيثة ثورك سكوذ نظر ثلاف تيمو أشرنا يتيمو ولكن تيمو يسع تفاصيل الوضوء يسع تفاصيل الوضوء الأكبر يسع تفاصيل ما نهضر بالنسبة لأحكام الحائض أحكام المستحاضة أحكام النفسة طاس طاس التمثال صافي بلاد بلقات انت يسين ما يسيث انت بعد يستحضر المعلومة في وقتها ما شاد يسندما خاصة كما قال الشيخ في أمر الحج لأنه قال دياس بعد 6 شهور 7 شهور هذا يحضر دوس للحج بعد كيني كيني رويختك ثور لما يفغى يروح الحج مش راه يروح الى قفا الزمرت الى قيفري من الى قد يفرض ديال القرعه يسقرت تفض 10 15 سنه ويا تراجل في الصحراء ولا ما يسع كلش في الصحراء الى الصحي ديالنا تروحي اي غير تروح خاطر استقسيرا استقسي تسالو سنت مسني ما إلا كاد الجهل يقوى اندمت سنقاروث ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا المانع الممنوع والثلاثة دخول الكافر المسجد الكافر لا يجوز أن يدخل المسجد لا يجوز لقوله تعالى أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس كيس نسمى رب سبحانه فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا في سورة التوبة الآية 28. والقاسم المشترك بين جميع المساجد خطر زمان وديني ربي لقينا المسجد الحرام لا المقصود جميع المساجد لأنها القاسم المشترك هي كلها بيوت الله المسجد الحرام بمكة المكرمة المسجد النبوي بالمدينة النبوية المنورة المسجد الأقصى الجريح بفلسطين وكذلك كل بيوت الله لقوله تعالى وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولكن يستثنى من يرجى إسلامه. الله أكبر شوف اللوجيك شوف المنطق ما يليون نرجو إسلامه إذا ما هدنا وذاقي غاش ذاك فريو كنفغو إلا فلك نظمع ذلك يوالذين سلم خميس يعني ديالوج حوار خدميس كونفرونتاسيون ربما مناظرة ربما يحوج الدين عادي إذا ما ديس الجمع لهذا الغرض. لذلك إخواننا في المهجر الجالية دي أوروبا دي أمريكا دي يعني بين الفتاوى باش يعني خطر دينا الآن أحيني في غدس الله مسكين ون الجامع ون هضرتي ما تقنع مية شيء هذا الشخص الذي يرجى إسلامه ولو كان كافرا يجوز باش يدخل المسجد.
كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. آخر نقطة قبل الختام إن شاء الله، قراءة القرآن ممنوع، ما لا ينسى الجنبة يقرأ القرآن الكريم ولو من غير المصحف. نعم، ولكن يستثنى، لن استثناءات، اليسير من القرآن، هذه اللي ينسى الجنبة يجوز أدي غرق، مش هذه طفل مصحف أدي غرق خاطئ، لا يجوز. مش هذه قمة أدي غرق صوت البقرة صوت العمران، لا يجوز. ولكن يستثنى اليسير، أمشي اليسيرك، إما التعوذ للرقية للاستدلال تفضيون، لكن في كي الدليل سيد قال الله تعالى أدوض الآية سناث عادي، يعني اليسير من القرآن كل هذا يجوز كما ذكر السادة العلماء. ثورة أخيرا كندين، بارك الله فيكم على الحضور، جزاكم الله خير، ثبت الله الأجر، ونتوجه ب يعني الشكر الجزيل أول من الله عز وجل، الحمد لله بنعمة المصالحات، ثم للقائمين على هذا المسجد